مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. احنا معانا دلوقتي منورانا ومشرفانا مريم النجدي وهي فنانة، وهنعرف ليه احنا اخترنا او هي اختارت اللقب ده تحديدا. هي من ذوي الهمم وشاركت في احتفالية قادرون باختلاف امام الاخيرة واللي كانت امام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت النجم حسين الجسمي في الغناء. مريم كمان عازفة ومطربة في اوركسترا النور والامل، وهي سفيرة حياة كريمة وواحدة من صناع المحتوى المبهج والايجابي على السوشيال ميديا. يا مريم ازيك؟ يا مريم الحمد لله منورانا. شكرا. الحمد لله كله كويس. كله كويس. ليه قبل ما نطلع بثلاث ثواني ثانيتين فبتقول ما تقولوش ان انا مطربة عشان انا فنانة؟ غير هي طبعا احنا قلنا دلوقتي كذا حاجة، بس هي بتعمل حاجات كتير، واضح ان مريم مش موهبة واحدة، مجموعة مواهب. يعني بحس ان كلمة مغنية او مطربة دي بتحصرني في حتة واحدة. الغنى شيء جميل، وانا الحمد لله بغني وبلعب فايولين وبحب المزيكا، بس كمان بقدم كونتنت على السوشيال ميديا، اكيد هنتكلم عليه في الحلقة. وبحب قوي الاذاعة، وبعمل كتب يعني بصوتي للناس اللي ما عندهاش القدرة على القراءة. اوديو بوكس. حلو ده. فانا يعني بحب اعمل حاجات كتير. فهو انا في 2019 كنت مشاركه في مؤتمر الشباب السابع مع محمد الشرنوبي قدام سياده الرئيس، وهو ساعتها اختار اللقب ده فنانه متعدده المواهب، فانا بحب يعني. حلو حلو. هو منطقي الحقيقه ومناسب لكم المواهب اللي عندك دي. طب البدايه زي الاول نعرف مين مريم النجدي، كم سنه، بتعملي ايه؟ والله انا يعني درست في كلية ألسن أسباني أصلا. أوكي. وبلعب مزيكا وأنا صغيرة في أوركسترا نور الأمل زي ما أنت قلت في أول الحلقة. وبس في سنة تالتة وأنا في الجامعة دي التيرنينج بوينت بقى اللي بدأت تخلي أشوف أنا هعمل إيه في حياتي. يعني طول الوقت كنت بحس إن أنا سبيشل، يعني عايزة أعمل حاجة مختلفة بس ما كنتش عارفة هي إيه. المينلي كان الإذاعة، أنا بحب قوي أتكلم مع الناس، وبحب يعني إن شاء الله في خطة إن أنا هعمل برنامج بتاعي وكل حاجة إن شاء الله. تستضيفينا يا مريم؟ ده كده اول الضيوف بقى لو سمحت. بس وبعدين حصلت حاجه، كان بابايا تعبان قوي الله يرحمه، والناس بقى في الشارع بتقعد تسال انت ازاي بتمشي لوحدك، انت ازاي مش عارف ايه فانا قررت اعمل بقى كونتنت على السوشيال ميديا للناس، اعرفهم ازاي اصلا انا كشخص كفيف بيعيش ازاي، بحلم ازاي، بستخدم الموبايل ازاي، بتعامل عامه في الحياه. يعني شايفه ان ده دوري انا ناحيه المجتمع، فعملت الفيديوهات دي، ومن هنا بقى بدات الناس تعرفني، وبدات اشارك في احتفاليات، بدات اغني اصلا. يعني انا غنيت مؤخرا، انا ما كنتش بغني من زمان. غنيت بعد اصلا المحتوى ده ما الناس بدات تعرفه شويه يعني. ويعني بس. طب يعني ابتديتي تغني، اكتشفتي موضوع الغنى ده بالصدفه، بتغني مع نفسك ولا كنت يعني استوديو بتسجلي حاجه؟ لا لا، وانا صغيره كنت بغني عادي بس الوقت يعني لوحدي. وبعدين وانا في الجامعه بدات انزل شويه على السوشيال ميديا، لحد ما عرفت استاذي شمس سليمان. طبعا يعني هو منتج كبير قوي، وشخص من اكتر الناس اللي بيشجعوني في حياتي. هو بقى اللي قال لي تعالي نغني، وعملي اغنيه عن ان يا جماعه ما تركزوش معايا كواحده مش بتشوف، انا مش بشوف بس انا بحس كويس قوي. هي الاغنيه كانت عن ده يعني، ودي كانت اول مره اغني فيها اغنيه بتاعتي انا. وانا بروفيشنال واي كانت اول مره اغني فيها قدام سياده الرئيس في 2019 في مؤتمر الشباب السابع مع فنان محمد الشرنوبي طبعا. دي بقى كانت اول حاجه. طيب والعزف على الكمانجا بقى؟ لا انا بعزف من زمان قوي بقى. ايش معنى الاله دي تحديدا؟ والله انا بحب الكمانجا قوي، لان هي اله متفرده، ومفيش اغنيه واحده ما فيهاش كمانجا استحاله. وهي اله بتعرف تعمل كل حاجه، يعني الاله من الالات القليله قوي اللي بتعرف تعزف كلاسيك اورينتال، اي حاجه ممكن نلعبها على الكمانجا. فانا حبيت الموضوع ده قوي، وكنت اصلا بلعب كلارينيت الاول، وبعدين قررت لا انا عايزه اتعلم كمانجا، وتعلمتها يعني بس. طب حلو حلو حلو. طب انت بتحبي تغني بقى قديم ولا جديد؟ بتحبي تغني ايه؟ انا احب اي حاجه مبهجه بصراحه. انا شخص مش بيحب النكد، ولا بحب الحاجات اللي فيها شويه نيجاتيف انرجي يعني. فبحب اغني حاجات لذيذه يعني تخلي الناس تتبسط يعني. يعني هو انت غالبا هتغني على فكره. هو كده كده بس واخديني كده واحده واحده، جرب رجلك بس عشان ايه واحده واحده كده نعرف انت صعبانيات ولا غني. لا مش غني صعبانيات خالص، بتحبي حاجات خفيفه فانت غالبا هتغني يعني.
طيب احنا لسه طبعا في كلام كتير هنقوله وطبعا لكل اللي بيتابعونا وبيسمعونا لو عايزين تبعته لمريم ياريت 015-595-1006 ده رقم الواتساب facebook.com/nugumafm ابعتونا على طول. النهاردة منورونا في الاستوديو الفنانة مريم النجدي, خليكم معنا دقيق ونرجع لكم على طول. لسه منورانا ومشرفانا الفنانة مريم النجدي وهي مطربة وعازفة كمان وشخصية لطيفة ومقدمة برامج وهي متعددة المواهب وهي منورانا ومشرفانا. مريم اللي انت بتعمليه ده كله في حتة إيجابية جدا, يعني انت بتلعبي مزيكا, انت بتغني, انت عايزة تقدمي برامج او بتفكري تعملي برامج وتعملي محتوى على السوشيال ميديا. خلينا نبدا بالسوشيال ميديا الاول. بتقدمي المحتوى ازاي وفكرتي فيه ازاي وفكرتي تعملي ايه, يعني اشرحي لنا القصه بتمشي ازاي معاكي. هو انا في الاول كانت الفيديوز عادي, كنت بعمل فيديوز كده بالموبايل عادي مش اي حاجه, يعني اكلم الناس فيها الاول عن زي ما قلت في الاول البلوج ان ازاي احنا بنعيش وازاي بنتعامل مع بعض, والناس بتبقى بجد مش فاهمه. يعني انا خدت بالي مثلا في المترو او في اي مكان الناس اقعدي حبيبتي يا جماعه انا والله ما بشوفش بس انا بمشي كويس الحمد لله وتمام, فهم الناس مش فاهمه. فانا حسيت ان انا عايزه اعمل كده, يعني ده قبل بقى ما نقعد نقول الدنيا صعبه والمجتمع ما اعرفش ايه, احنا نعمل الاول اللي علينا وبعد كده نبقى نتكلم في الحاجات الصعبه يعني. وبعد كده حسيت ان انا محتاجه اكتب اتكلم عن البوزيتيفيتي بشكل عام. يعني العالم فيه بما يكفي نيجاتيف انرجي بصراحه, وانا بحب طول الوقت ابقى انا الشخص اللي بيرسم ضحكه ما على وش اي بني ادم يعرفني. فبقيت بكتب كده بوست لذيذه ان يعني هو انا الناس حبتني من ده, يعني دي اكتر حاجه احب طول الوقت مثلا الصبح الناس تفتح الاكونت تشوف حاجه حلوه حاجه ايجابيه حاجه تفرحها. يعني انا بحب قوي اعمل كده بصراحه طول الوقت. طب ما تغير لنا يومنا النهارده باي شكل يا مريم وقول لنا اي حاجه تبعث الايجابيه فيا انا ويارا. حكيم احنا بعيد عنك يعني جايين مدلدقين ايجابيه لما تهرينا. لا ومروان ما بيتوصاش. طبعا انا يعني هي اللي فرفوشه قوي, خليني ساكت بلاش قدام مريم. ايه عايز ايه قول لنا عايز ايه ايه شوفي لو في جيبك فكه كده رضينا احنا معاكي. يعني اقول لك حاجه, خلينا خلي مريم تفكر فيها علشان لازم نطلع فاصل برضو ونشوف مريم عايزه تدخي جبايا على مروان يبتسم في وشنا شويه. ابتسم يا روح. هو والله مبتسم والله, بحاول يا مريم بحاول. واحنا هنطلع فاصل سريع, عايزين بقى لما نرجع نبقى نشوف الواتسابس والمسجز اللي جايه. النهارده منورانا ومشرفانا في الاستوديو الفنانه مريم النجدي, خليكم معانا دقايق ونرجع لكم. ما تنسوش كمان في نشرة اخبار بعد دقايق. تونس مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم سريعا وكده ابتدينا الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده, وطبعا مكملين مع ضيفتنا الجميله وهي الفنانه مريم النجدي, ولسه بقى قاعدين بندردش معاها بعيدا بقى عن الهواء. فقلنا بقى ندبسها في اللينك ده ان احنا بقى عشان تبقي جدعاني بقى وتقولي اصل بغني وبعمل. اتفضلي بقى اتفضل بيه بيع عمرك كله وتغني حاجه كده في السريع على ما نسمع صوتها. عايزين نسمع حاجه. يعني الله الله. انت مطربة يا مريم فننت ايه؟ انت مطربة يا مريم. انت عارف اكتر حاجة عجباني ايه؟ الابتسامة. يعني انت سامع الابتسامة وهي بتغني ده حقيقي. يعني ما شاء الله ما شاء الله يا مريم بجد. بتحبي انت تقعدي تكتبي اغاني؟ لا اكتب اغاني لا مش الدرجات دي. انا بحب قوي في ناس معينه لما اعمل اغاني احب اغني لهم, من نقعي مثلا من اشطر الناس اللي بيكتبوا دلوقتي. خطيره ما شاء الله. يعني في شعراء كتير كبار يعني جدا, بس منا عشان يعني تقريبا في سننا مثلا او كده وحاجات ما شاء الله توب ترند يعني. فبجد ان شاء الله لما اعمل اغنيه اتمنى ان هي اللي تعملها لي. منا مريم انت كام سنه؟ ايه مروان نيفر اسك وومن اباوت هير ايج. بس يعني اكيد اصغر من يارا. اكيد عندي 28 سنه. 28؟ طب لا لسه صغيره. لا يعني يارا لما كان عندها 28 سنه من 10 سنين مش عارفه انا عايز ايه. والله ما عارفه انا امشي معاكي بقى.
طب قولي لي انت مين بقى بيساعدك في المحتوى بتاعك؟ يعني السوشيال ميديا برضو بياخد بمجهود وبياخد شغل وكده. بصي انا بصراحه بحب قوي افكر، بس في ناس بحب قوي اخد رايهم. استاذي شمس سليمان اللي اتكلمت عنه في اول البرنامج، والكاتب الكبير احمد مراد. احمد مراد زميلنا وصديقنا العزيز. هو غير انه كاتب مهم وسيناريست كبير، هو شخص يعني من اجمل ما يكون، واكتر من اكتر الناس اللي بيشجعوني ومن اكتر الناس المؤمنين بيا في حياتي فعلا يعني. فهو بحب قوي اخد رايه في الفيديوز اللي بعملها، بحب اخد رايه في لو هتكلم عن فكره معينه. بيقول لي لو في حاجه لا خليكي اكتر على طبيعتك، ما اعرفش ايه، دي هتبقى مهمه قوي لو اتكلمنا عنها كده، ما اعرفش ايه. واي حاجه بعملها لازم ابعتها له من اول، الناس ابعتها له اقول له بص شوف ده ايه رايك كده. طب يعني طب عايز اسالك سؤال يا مريم. احنا قدامنا وقت، قدامك دقيقه. طب انا هسال السؤال وممكن نرجع نجاوب عليه بعد البريك ده. بتعرفي مين بيقعد يقول لك الترندز الجديده ايه؟ انا بقول لنفسي هعرف من الناس ليه؟ انا اقعد اسيرف في الانترنت واسكرول على السوشيال ميديا وتعرفي ايه الجديد، اغنيه، كل حاجه، كل حاجة. هزاره، سكتش، اي حاجه إيه انا ابديتد، او اي حاجه انا على السوشيال ميديا بتاعتي انا اللي بنزلها، مش اي حد كمان، انا اللي بكتب واعمل كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله يا مريم. لا 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 خلاص عذر مين بقى. نقلع منك انت واللي جنبي. نقلع منكو. طيب خلينا كده كده هنكمل كلامنا على طول مع ضيفتنا النهاردة. وابعتولنا على 015-59-55-1006. النهاردة منورانا في الاستوديو الفنانة مريم النجزي. خليكم معانا دقايق وهنرجع لكم على طول. تولس سمع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم ورجعنا سريعا. النهارده ضيفتنا هي الفنانه مريم النجدي وعايزين بندردش معاها. ولكن قبل ما الوقت مع مريم يخلص لازم نشوف كده في شويه مسجز عايزين نقراها. في رسائل جايه لك. اسراء اختك بعد بتقول مساء الخير، هو في سؤال عايز اساله لمريم، ممكن اعرف ايه الامر ده؟ انا اختها وهي بالنسبه لي اهم واحده في العالم وبشوفها انها بطله جد، وممكن تقولوا لها اسراء من شويه طلعت تشوف القمر ما لقيتوش في السماء. وعايز اقول لها كمان انها شاطره جدا وباكل منها احلى سندوتشات بجد. احلى سندوتشات القمران. ايه سندوتشات؟ الجمله ليها معنيين يا مريم. الجمله ليها معنى. لا لا يا معنى حلو، بس يعني مش يعني يا جماعه والله العظيم مش عايزه اتكلم عن نفسي كتير، لان طبعا وبعتها لك برده على فكره اسراء، بعتها برده على الفيسبوك. يعني ربنا يخليها لي هي وماما واخويا، انا يعني انا من غيرهم اصلا ولا حاجه في العالم. ربنا يخليكم. طيب محمد علي الرقم الاخر 670 بيقول مساء الخير، اول مره اسمع مريم النجدي، ما شاء الله صوتها حلو حتى في الكلام وشكلها كمان، شخصيه جميله وعلى اسم بنتي كمان، ربنا يكرمها ويحميها يا رب. ده محمد علي. شكرا يا محمد. منوره يا مريومه يا قمر. مروان ويارا منورين. انا مامي مريم. ايه ده العيله كلها 374. شكرا يا ماما، عمر تبعت لي مسج في حياتي. على فكره احنا كنا لسه بنتكلم في موضوع الاكل بتاعها. يعني طبعا بما ان احنا عندنا قدر لا باس بيه من التفاصيل، مريم بتقول انها جعانه، فبنحاول نقترح عليها اقتراحات تاكل ايه. فهي نطلع هوا على طول انا وهي عشان بس احنا بنبلغ مامتها برضه عشان ايه. ماما بجد اتوقع دلوقتي ان انا عينها. طيب الرقم الاخر 441. سلام عليكم، انا بحب البرنامج وطبعا كلنا بنفتخر بمريم كفنانه. شكرا. ممكن تبعتي اهداء لاخواتي ياسمين صبري وفريال صبري وتقول لهم اني بحبهم جدا من اختكم خلود صبري، كل سنه وانت طيبه يا فريال. يا فريال بمناسبه عيد ميلادها كل سنه وهي طيبه. في كمان الرقم الاخر 910. ما شاء الله صوتك حلو قوي. شكرا هنقول ده دي رنا حمدي. مساء الفل عليك يا رنا. طيب على فيسبوك بقى على عبد المطلب بعد بيقول بيقول بحبكم جدا وبيسلم عليكي. مها محمد بعتلك ورود وحاجات كتيره جدا. اسراء برضو بتسلم عليكي اختك هنا. عوني كمان زميلنا وصديقنا بيقول اجمل صوت ممكن تسمعه في حياتك. في ناس كتير بتتفاعل معانا اهو النهارده. طيب عايزين نروح بقى قبل ما الوقت يجري سريعا نتكلم معاكي شويه بقى عن الاحتفاليه، و ان انت يعني طلعتي على الستيج وقدمتي حاجه زي دي ومع فنانين زي دي وقدام الرئيس كمان، كان ايه احساسك؟ التحضيرات كانت عامله ازاي؟ انت من جواكي كنت عامله ازاي؟ والله انا دي ما كانتش اول مره بالنسبه لي يعني ان انا اغني قدام سياده الرئيس.
بس انا بصراحه بقى اللي خليني اشارك اصلا في الايفنت ده ان انا كنت عايزه اشتغل مع الفنان هشام جمال. هو شاطر جدا ومالتي تالنتد ما شاء الله، وانا بحب اشتغل مع الناس اللي هي بتبقى بتعمل حاجات مختلفه، فكنت بتابع بقى قدرون باختلاف من اول لما بدات يعني النسخه الاولى. ورحت يعني البروفات كانت حلوه قوي قوي، واصلا كنت في حاجه تانية هغنيها الاول، وبعدين لما هشام سمعني مبسوط اللي هي استاذ في الدنيا يعني اللي احنا غنيناها في الاخر، قال لي مريم هي دي، عجبته قوي وعجبتني انا قوي قوي. هي طبعا كلمات شعر محمد ابراهيم وهشام، ولحن هشام جمال برضو، وتوزيع طبعا مادي ما شاء الله شاطر قوي، وعايز اقولها في بريد لينك على مادو من كام يوم. فالاغنيه حلوه قوي، وحسين الجسمي ده استاذ بقى بجد بقى يعني ما شاء الله شاطر جدا. جميلة. انا للاسف ما شفتوش في البروفات خالص، بس في الحفله احنا يعني كاننا كنا نعرف بعض قبل كده من كتر ما هو جميل ولذيذ قوي، وكان قد ايه على المسرح يعني بيتفاعل كده ومخليني واقفه بغني وانا مبسوطه جدا. فلا كانت ايام حلوه قوي بصراحه يعني. مين من الفنانين اللي نفسك تغني معاه او تشتغلي معاه في بروجكت؟ والله انا يعني انا تامر حسني غنيت معي خلاص، هشام جميل اشتغلت معي خلاص. بحب مين يعني؟ اعمل انا بقى يا جماعه الاغاني بتاعتي، اعمل انا بقى اغاني لمريم يعني ليا انا بس. انت عايزه نفس الـ نفس الـ نفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه. انا اسف لقطع كلامك، بس طبعًا. اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان انت عايزه تعملي اغاني ملهمة. عايزة تكملي في نفس السكة ولا عايزة تتنوعي؟ لا. تغني؟ لا لو هغني هغني أصلا الغنى زي ما كنت بقول مش الرسالة الأساسية يعني في حياتي. أنا أهم حاجة عندي إن شاء الله يبقى عندي البرنامج بتاعي زي ما كنت بقول. وأنا بحب الأنشطة المجتمعية قوي، الحاجات التطوعية يعني. أنا بشتغل في واحدة من أكبر وأهم المؤسسات دلوقتي بالنسبة لي يعني، مش عارفة خايفة يبقى إعلان بس لو قلت أنتوا بتعلنوا عنها عندكم هنا أوريدي. بشتغل في قسم الدعم النفسي هناك لمرضى السرطان، فدي شيء انا بالنسبه لي من اكتر الحاجات اللي بعتز بالشغل فيها دلوقتي. فلو هغني هتبقى حاجات برضو بتريليت اكتر للشيء الانساني يعني، دي اكتر حاجه احب اعملها قوي. وطبعا حاطه بقى الناس اللي انا نفسي يكتبوا لي اغاني، وعايزه اقول بس حاجه، انا بحب استاذ ماجد الكدواني جدا لان خطير جميل خطير يعني. ما بيهزرش مع ان الفنانين وكده، فهو بجد بني ادم جميل. وبعت لي مسج من سنه، وكل ما بقى حاسه ان انا مش احسن حاجه اقعد اسمع المسج دي ابقى عايزه اكسر الدنيا. فلا جميل يعني. هو رب يعني جميل. لو الفنان ماجد الكدواني بيسمعنا بعت لنا احنا كمان ارضك مسج كده بس الاحتياج لهذه الرسائل. اغني بحاجه كده هو بيعملها ماشي كده يعني، بس لكن ما عنديش. المحتوى بتغيري فيه كل فترة ولا هو برضو نفس المحتوى الملهم؟ لا أنا بص، أنا أصل الحاجات دي بقت قليلة قوي. العالم ما شاء الله أخبار مفرحة بشكل غير طبيعي، والاقتصاد ما عرفش ماله، والأرض وقفت تلف وبدأت تلف الناحية التانية، حاجات كده مش فاهم في إيه. فأنا يعني، وأكيد على فكرة كمان بيجي علي وقت وأبقى مش ألطف حاجة، بس أنا شخص قوي كفاية قوي ان انا اعرف اسيرفايف يعني. الحمد لله. ودايما اقعد اقول على نفسي انا اقوى من العالم يتخيل يعني. ده التايتل بتاعي طول حياتي يعني. فلا مش ناوية اغير، ناوية بقى طول الوقت الشخص اللي بيدي الناس الامل، ونفسي بعمل حاجة للناس في الشارع لان دول اقل ناس بيوصل لهم حاجة. ولا بيتفرجوا على الانترنت، ولا ممكن ناس ما عندهاش اصلا تلفزيون. فنفسي اعمل كده مكان افتحه يبقى بتاعي، واعمل فيه كاردز كده عليها رسائل ايجابيه للناس. بس مش يعني يا جماعه خدوا اضحكوا واتبسطوا وخلوا عندكم امل. وفعلا طول ما رب يعني طول ما ربنا موجود ما ينفعش اصلا نتضايق ولا نفكر ولا نتشيء يعني. بصي مريم انت شخصيه جميله وملهمه فعلا ومبهجه وبتشعي كده ايجابيه بتدخيها كده في وشنا. دي حاجه جميله يعني، ابتداء من ابتسامتك اللي هي اول ما قابلناكي وانت قاعده معانا، حتى اول ما دخلت الاوضه اصلا، اول ما وصلت هي مبتسمه بالظبط يعني. فصراحه انا مبسوطه ان انا قابلتك النهارده ومروان طبعا. انا سعيد وفخور بيكي وشرف ليا ان انت ان انا قابلتك النهارده. والله انا بحبكم انتوا الاثنين، احلى كابل بالنسبه لي. بتسمعنا من صباحك من زمان يعني. من ايام صباحك انت. أيوة. متخيل من زمان قوي. نفسك حلوه قوي. انا كل حاجه اعرفها عنكم متفرجوش بقى. انت اعتبرينا اصحابك خلاص. ويعني اي وقت بقى بتسمعينا هتبعتي لنا، وعايزين تبعتي لنا واحنا نسلم عليكي كل شويه كده، نبقى نكلمك تطلعي معانا حتى مكالمه هوا كده على التليفون. اتفقنا؟ ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا يا مريم.
قوي انا بنتمنى ومن نجاح لنجاح دايما وانت تدبستي معانا بقى ها هنتمم عليكي كل يوم لو ما عندكيش شغل ابعتي لنا اتفقنا نيجي ناكل هنا بقى ايوه هو ده الكلام ده ايوه ازعت ايه وغنى ايه ولا اكل ايوه نورتينا وشرفتينا نورتينا يا مريم ميرسي جدا على وجودك النهارده نورتنا وشرفتنا في الاستوديو الفنانه الجميله جدا مريم النجدي هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول خليكم معانا مع كلام في الزحمة مع يارا الجندي ومروان أدري على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.